الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 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 أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحمده لمن حمده الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعيادنا أعياد دينية اجتماعية إنسانية تأتي بين طاعتين عظيمتين، فالفطر مسبوق بخير شهور السنة رمضان وبعشره الأواخر وبليلة هي خير من ألف ليل من ألف شهر، وملحوق بست أو بصيام ست من شوال، والأضحى الذي نحن نعيشه اليوم هو مسبوق بعشر ذي الحجة. تلتقي فيها قوة الغني وضعف الفقير على محبة الله ورحمته وعدله، عنوانها الزكاة في عيد الفطر والتوسعة والأضحية في عيد الأضحى. فلا تشرق شمس العيد إلا والبصمة أو البسمة تعلو الشفاه والفرحة تسكن القلوب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليقضي appartiene a Dio. Signore dei mondi, lo lodiamo, lo ringraziamo e ci rifugiamo in Lui dalle mancanze delle nostre ego. E la pace e la benedizione di Dio siano sul Maestro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam del Eid. يذكرنا بأبينا إبراهيم عليه السلام، فقد أراه الله في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، وعلى نبينا الصلوات والسلام. فلما هم بذبحه تحقيقا للرؤيا نزل جبريل عليه السلام فوق سبع سماوات بكبش من الجنة فداء للابن المطيع. جعل الله أبناءنا مطيعين فداء للابن المطيع سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا أزكى الصلوات والسلام. ولنسمع القرآن الكريم يصورنا هذا المشهد المؤثر أبلغ تصوير من سورة الصافات. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. فوتنا في هذا المقام
في هذا المقام الشريف وفي هذا اليوم العظيم أن ننوه بالمجهودات الكبيرة والتنسيق الرائع بين كل فصائل المجتمع، مساجد، جمعيات، فعاليات مدنية ودينية، وبين الجهات الطبية المختصة لمواجهة هذه الجائحة بالتخفيف من آثارها السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي. بنا راحم ولا تهلكنا بدنيا فإنك علينا قادر. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا واستحيانا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء بما شئت وكيف شئت. اللهم ارحمنا وارحم هذا البلد وارحم الإنسانية جمعاء. اللهم يا رب من له مسألة في هذا المقام، اللهم اقضي حوائج إخواننا وأخواتنا. اللهم فارق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى فوق ما نوى. ارحم الأموات، اشفي المرضى. اللهم بارك في أبنائنا، اللهم انفي جنبات الحسنة، وبارك في إخواننا وأخواتنا ولحب علينا. اللهم اجعل لجيراننا حظا ونصيبا من دعائنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وعيدكم مبارك وسعيد وجزاكم الله خيرا. يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا، أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة. فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا. عيد سعيد. يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا، أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة. فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا. عيد سعيد. Let's enjoy this.